كمل المنظومه الفاشله. الفكره في الجواز انه انا بشوف من وجهه نظري انا الشخصيه، ومحدش يهاجمني ومحدش يزعل مني، وشاركوني برضو في الراي، ان الحب ده عباره عن كمين. كمين يعني احنا بنحب بعض، نتخطب، ندخل، بعد كده نتجوز، بيبدا الصدام. الصدام مش معناه ان الطرف الراجل غلط او الست غلط، ممكن يكون هما الاثنين مش نافعين مع بعض، ممكن يكون الثقافات مختلفة، ممكن يكون هما الاثنين زي بعض بس كل واحد ليه ستايل مختلف، مش عارفين يندمجوا مع بعض. فيما بعد بقى، بعد كده الواحد بيحاول ان هو يستشير ناس عندها خبرة، الاب الام، ازاي نقدر نحل مشاكلنا، ازاي نقدر نعيش حياة زوجية سعيدة، ازاي نقدر نتخلى عن الازمات اللي احنا بنمر بيها، نتعلم من الخبرات. ده لو في ست ذكية وراجل ذكي، ولكن يمكن احنا عندنا هنا في مصر الموضوع ده مش كتير، عشان كده احنا دايما هنا في صباح الورد لو تلاحظوا بجد يمكن بناخدها معاكم بتهريج وبضحك، ولكن الحقيقه ان احنا يعني احنا بننصحكم دايما انه لا اعملوا كذا، لا الصح كذا، لا كذا. فكره بقى الاطفال وانجاب الاطفال دي احلى حاجه في الدنيا، ربنا رزقكم بملاك، ربنا رزقكم بحاجه تحلي عليكم البيت وتحلي عليكم دنيتكم وتبسط المشاكل، لان اول ما البيبي بيجي بيبدا التفكير ياخد شكل تاني، ياخد شكل انه ازاي نامن له مستقبله، ازاي نعمل له احسن حاجه، ازاي هو نفسه يبقى احسن مننا ماديا واجتماعيا وثقافيا. اي حاجه سواء كان الاب والام اتحرموا منها هم بيحاولوا يعوضوها في البيبي ده، وكمان بيعمل لهم حاله من السعاده في البيت. طيب ده رايي. فبالنسبه لي اي شاب وشابه اتجوزوا، حلو شاب وشابه دي الى كل شاب وكل فتاه، كل شاب وكل فتاه اتجوزوا، فكرة ان هم يأجلوا الخلفة عشان يتبسطوا شوية، هتتبسطوا بإيه يا حسرة؟ ولا حاجة خالص، صدقوني هتتبسطوا بالبيبي. طيب.